أحسن الله إليكم. رجل طلق زوجته لأول مرة طلاق رجعية ولم يراجعها حتى انتهت مدة المراجعة، فيقول هل ترجع لي الآن بعد بعقد جديد أم يكتفى بالشهود مع العلم أنه لو كان بعقد جديد ربما طمعوا بي وتعسرت المراجعة؟ نعم، إذا تمت العدة حرمت على الزوج، وصار الزوج كسائر الناس يخطبها من جديد ويعقد له من جديد ويسلم المهر الذي يتفق الطرفان عليه، ولا بد. قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما فيه. نعم.